هذا أول مرة اللي جا الوالي عندنا، زرنا الله يجازيه بخير. شنو وعدكم الوالي وشنو؟ والوالي وعدنا زعما كلشي ماشي صلاحنا، كلشي ماشي صلاحنا، وما تكونوا على قطاركم وتكونوا مزيانين، تكونوا بحال الناس. عمرو شي واحد ما طلل علينا ولا عرفنا. احنا مسيبين هنا اليوم على غدا، على هاد العام الى هاد العام، هاد العام الى هاد العام. ساكنه الحي شجي راس، فمن بعد مجموعه الاحتجاجات اللي قامت بها والوقفات النضاليه اللي قامت بها امام مقر الجماعه الحضاريه وايضا امام مقر الولايه، فهاد الوقفه الاحتجاجيه اتت بالثمار ديالها، ومن ان السيد الوالي السي محمد اليعقوبي فهو قام بزياره شخصيه للحي، تاسف جدا للاحوال اللي كتعيش هاد الساكنه والدرجه التهميش اللي وصلت لها. فانطلاقا وتحت لانني الفرصه انني نتحدث معه شخصيا، فحاولنا نحطه امام امر الواقع وامام هاد المشاكل اللي كيعيشوها الساكنه من الطريق، وهو اللي وعدنا يعني وعطانا وعود ان شاء الله عاد تكون هاد المطالب عاد تحقق، عاد تكون الطريق ان شاء الله يكون عند مدخل من الثانيه، من حي الثانيه، غيمر باحياء الهرش والشجيرات، وعي ان شاء الله يكون مدخل ثاني من حي الوقايه اللي كاين في المحدد الحي ديالنا. الحمد لله دابا ملي جا الوالي الحمد لله تبدلت الامور، والعود المدرسه فرحانين الحمد لله، جاو كيعدلوا لهم والحمد لله. حنا كنتمناو ملي جا الوالي ما عمرو جا عندنا شي واحد، دابا ملي جا الوالي الحمد لله، دابا اللهم لك الحمد كنتمناو يكمل وعدنا، ماشي يعمل الطريق وماشي، نتمناو ان شاء الله يكون خير ان شاء الله. حنا شفنا يعني كاين الامل، يعني الامل ديالنا كبير في الله سبحانه وتعالى قبل من اي حاجه، ونتمنوا على ربي الحبيب من الوالي ومن سيدنا الله ينصرو زعما يحقق لنا المطالب اللي قلنا. من زيارة الوالي دابا بزاف الحاجات بزاف، يعني حتى حنا شفت الاطفال ديالنا ارتاح. انا بنتي مشات مدرسه وجات قالت لي جا جا عمو، ما قالتلش الوالي بنتي، قالت جا عمو عندنا الاداره وجا عندنا المدرسه، وقالنا هما جاو عملوا لنا الدار وكريفو يفتحوا لنا زعما سبيله والماء وما عرفش ني، وزعما بزاف الطواليط. احنا جا عندنا الوالي وعندنا انا عندنا الطريق وعندنا الدار، ونتمنى عندنا الاقسام اللي باقي ما مهرسين. كنتمنى الوالي يعد لنا مال عبد القرب حيت كان هاودو سانتان جباليه ونتكرفصو طريق ماشي. ملعب القرب يعني خصكم فيه تعملوا النشاطات ديالكم وداكشي. ما كنجبروا فين يلقاو النشاطات ديالنا، واخا كنمشيو ليهم كيجريو علينا الناس وهاديك، وطريق كيما كتشوف الطريق مكرفصه وخصنا مواصلات. اللي جا الوالي ولا عندنا واحد الامل كبير باش تعدلنا الطريق ونوصلنا المواصلات. حنا فرحانين بمجيه ديال الوالي بزاف، وحنا كنشكرو حتى جا وسمع لينا ووعدنا باللي غادي يعدلنا الطريق وغادي يعني غادي يدير جهده باش نكونوا حنايا محسوبين. بحال كنقرا السنه الثالثه اعدادي. فين كتمشي؟ كنمشي حتى الثانيه عندي ساعه الطريق، وملي كيكون عندي رجوع بالجوج يعني كنبقى في وسط المؤسسه، ما انا والعائله عمتي كنبقاو بجوج بينا صافي، ما كندركش نوصل للدار حتى عندي ساعه الطريق. ديك الساعه اللي خصني نوصل فيها للدار خصني نكون فيها خرجت، ما كندركش نجي كندي فلوس باش نشري وناكل، تما كنبقى في وسط المؤسسه. راه في عمري 75 سنه في هذه المنطقه، وبقى منهجره بصفه رسميه. راه حاليا الا هذا الوقت اللي جاتنا فيه سعاده الوالي، واللي كنشكروا دار لنا شويه الامن ان شاء الله في سعاده الوالي، وكنشكروه باسم السكان ديال سكان الهرارش والجيرات والمسائل ديال المنتخبين. راه المنتخبين راهم حاضرين بصفه رسميه، حنا كنشوفوهم في الانتخاب. الانتخاب اول مره كنشوفوا مسؤول عالي المستوى كيوصل لهذه المنطقه هذه وكيزورنا بهذه الطريقه هذه، ماشي عن الاقدام، قطع المسافه ديال 7 ديال الكيلومترات وطلع على كل صغيره وكبيره في المؤسسه والتهميش اللي كتعرفوا المنطقه عامه. فلهذا مره اخرى احييه على هذه البادره الطيبه، ولكي لا انسى ايضا ولاعطي لكل حق حقه، فايضا كنتوجه بالشكر لكل مكونات السلطات المحليه وعلى راسها السيد رئيس الدائره والسيد القائد ديال الدائره عاصم الكرار والموظفات والموظفين اللي كيعملوا في الاداره والاعوان ديال السلطه اللي فعلا قاموا بمجهودات جباره. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هذه المجهودات هذه تحرك القاطره ديال التنميه في المنطقه.